أما إذا خرجت الشهوات عن مسارها وجاءت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أن تكون قوى دافعة إلى الله، وإما أن تكون قوى مدمرة إنها حيادية. ولأن الإنسان مخير، كل شهواته التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن توظف في الخير ويمكن أن توظف في الشر. بل إن كل حظوظ الإنسان التي منحه إياها حيادية. هل المال نعمة؟ نقول لا. هل هو نقمة؟ نقول لا. المال مادة موقوفة على طريقة استخدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي كلا، أداة ردع ونفي، كلا. ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هذه الحقيقة. فالمال نعمة إذا أنفق في الحق، ونقمة إذا أنفق في الباطل. طلاقة اللسان نعمة إذا شرح به الحق، ونقمة إذا شرح به الباطل. وسامة الإنسان نعمة إذا كان يعني عوناً على خدمة الخلق، ونقمة إذا كان سبباً في الغواية والفساد. أي حظ أعطاك الله إياه هو نعمة إذا وظفته بالحق، ونقمة إذا وظفته بالباطل. فيا أيها الإخوة الكرام، القصم والردع. أما المؤمنون، دققوا في هذه الآية. ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الخوف، شيء معتدل، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أيها الإخوة، هذه مصائب الدفع. الفجار، الملحدون، الكفار، مصائب قصم. من كان فيه بقية خير يعطى فرصة. مصائب ردع. من كان مستقيماً على أمر الله لكن الله أراد أن يدفعه إليه بسرعة أعلى، مصائب دفع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. لكن الله عز وجل لكل عبد من عباده المؤمنين مرتبة، إما أن يصل إليها بأعماله الصالحة، فإذا قصر بأعماله الصالحة ابتلاه الله بمصيبة كي يصبر عليها فيرقى إلى هذه المرتبة. صار في مصائب قصم، ومصائب ردع، ومصائب دفع، ومصائب رفع. لك عند الله مرتبة. لم تعمل عملاً صالحاً كي تبلغها، فساق الله بعض المصائب كي تصبر عليها فتبلغها. هذه مصائب الرفع. أما مصائب الكشف فهي مصائب الأنبياء، ينطوون على كمال ما بعده كمال، وعلى خلق ما بعده خلق، وعلى محبة لأعدائهم ما بعدها من محبة. فيكشف الله حقيقتهم، يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويمشي 80 كيلومتر في جبال وعرة، ثم يكذبه أهل الطائف ويسخرون منه ويغرون صبيانهم بإيذائه. فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه مصائب الكشف، يعني سيعطيهم الله عطاء لا حدود له. لا بد من عمل في الدنيا يتناسب مع هذا العطاء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق المتعلقة بالمصائب. فلا بد من أن يفهم المؤمن حقيقة المصيبة. لذلك حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء.
حينما تفهم على الله حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء، وهذه حقيقة مسلم بها. لذلك من الأدعية المأسورة: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. على الحالتين رابح. إن أعطاك الله ما تشتهي ينبغي أن توظفه في الحق، وإن حرامك شيئا تشتهيه ينبغي أن تستغل فراغه في طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، أجمل دمعة تمر في حياة الإنسان تلك الدمعة التي تسقط على وجنتيه وهو يستشعر عظمة الخالق وعظم الذنب الذي اقترفه. إنها دمعة حارة خرجت من قلب خاشع خاضع لله. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الدمعة تفاعلت مع قلب هذا الإنسان التائب العائد إلى الله فأكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة الكرام، هل تصدق أن خالق الأرض والسماوات يفرح إذا تبت إليه؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هل تصدق أن أعرابياً يقطع الصحارى على ناقة جلس ليستريح فافتقد الناقة فأيقن بالهلاك، ثم أفاق فرآها أمامه فاختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أيها الإخوة، هؤلاء المسلمون، هؤلاء العرب المسلمون كانوا أصحاب رسالة، نقلوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربه. ندعوكم إلى التوبة الآن، لكن هناك مهمات تفوق التوبة. التوبة يعني المرحلة الأولى، لكن بعد التوبة هناك رسالة ينبغي أن تحقق. فأعيدوا أيها الإخوة مجد أمتكم بحمل هذه الرسالة السماوية بعد تفهمها والعمل بها، احملوها إلى الأمم والشعوب. فقد كانت دمشق عاصمة الدولة التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. دولة مترامية الأطراف من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، عاصمتها دمشق، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. أين نحن من ماضينا أيها الإخوة؟ ألا نشتهي أن نعيد مجد ماضينا؟ ألا نشتهي أن نكون أمة في طليعة الأمم؟ هؤلاء الذين كانوا رعاة للغنم فأصبحوا بهذا الدين العظيم قادة للأمم. ليكن كل منكم سفير الإسلام، ليكن كل منكم مطبقاً لشرع الله عز وجل، داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن في أمس الحاجة إلى دعوة واعية ودعوة صادقة ودعوة مخلصة ودعوة علمية ودعوة روحية.